معي عبر الهاتف عبد الملك المدني المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي. أهلا بك سيد عبد الملك، لو تضعنا في صورة ما يجري الآن في محاور القتال. مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة التناصح. طبعا في طبعا هذه اللحظات ميليشيات ومرتزقة مجرم الحرب حفتر تستهدف بشكل عشوائي المناطق السكنية والآمنين في منازلهم بحي صلاح الدين والعطبة، قصف عنيف وعشوائي بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، وذلك من أجل إرعاب الآمنين داخل بيوتهم ومن أجل إشعار الرعب والخوف لكل سكان أهالي العاصمة. نعم، هناك صفحات ووسائل إعلام موالية لحفتر تقول بأنهم سيطروا على كامل الخلاطات وأنهم قد دخلوا حتى معسكر حمزة، هل هذا صحيح؟ هل هذه المعلومات صحيحة؟ هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، كل هذه الإشاعات التي تتنقلها إعلام صفحات وإعلام ميليشيات ومجرم الحرب حتى غير صحيحة، هي أخبار كاذبة وواهية. فمنذ أشهر وهم يتحدثون عن مشروع الهضبة وجزيرة الفرناج ومعسكر حمزة، معسكر حمزة تحت سيطرة قواتنا الباسلة، أيضا منطقة الهضبة لا تصلها إلا لم يصلها إلا بمدى مدفعيتهم وصواريخهم العشوائية في صلاح الدين ومشروع الهضبة. اليوم فقط في محور الخلاطات قواتنا الباسلة نفذت كمين محكم في هذا المحور، خلال هذا الكمين نجحت من تدمير دبابة لميليشيات المتمرد وغنم أخرى، أيضا تمكنت من انتشال عشرات الجثث لهذه الميليشيات المنقلبة على الشرعية، وأسر عدد 7 عناصر بينهم 2 مرتزقة. أيضا في محور الخلاطات سرية الكورنيت التابعة للجيش الليبي نجحت في تدمير قاعدة كورنيت مما نتج عن مقتل وتدمير القاعدة بالكامل. أؤكد لجميع ولكل أهل العاصمة بأن قواتنا الباسلة تحافظ على تمركزاتها في معسكر حمزة وأيضا في العطبة، لم تتقدم هذه الميليشيات المنقلبة على الشرعية. ما يسمع الآن وما يصل الآن هي قذائف عشوائية ومدفعية ليزرية تستهدف بشكل مقصود وبشكل مباشر الأحياء السكنية داخل العاصمة طرابلس. هي سياسة جديدة، سياسة حقيرة تستخدمها هذه الميليشيات من أجل إخراج العائلات من بيوتهم ومن أجل زرع الرعب والخوف بين أهالي العاصمة.